يلا دي هي جت على جرحي عيني، ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني، بس كان في شبر فاضي حط جرحك فيه وزود اسم جوه الخانة ماضي، جرحي في خانة التعود احط اسمك في المواد تحت خانة الملحوظات اكتب ان الجرح واجع. شافت الفنانة أنغام عن موقف لها مع قراءة الفنجان خلال لقاء مع بودكاست مع عمرو أديب، وكشفت أصالة خلال البرنامج عن سر الأول مرة مع قارئة الفنجان، وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة، وكشفت أصالة عن تفاصيل إصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمرارها معه، وقالت هو مرض لا يذهب لأنني ما زلت طفلة ودائما يحتاج مني لتدريبات وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تتجدد كل 4 سنوات بسبب حزني. وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر أن الناس ناقصين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا أستطيع أن أدلل زوجي ولا أجد له دلع، ومتعلقة بكل أغراضي. وأكدت أنها لا ينقصها الحب وتعطيه لكل من حولها، وأخذت حب ودلع من كل المقربين منها.